أحب أرحب فيكم العودة لحلقة جديدة من Prison Architect Workman. أوكي اشتغل شوي أصديقي. أبى أسوي امتداد جديد ولا أستقبل مساجين جداد؟ فهالمنطقة بنعبيها شوي سجون، بس في شاور يكفيهم أتصور، بس أبى يارد، أبى برع مكان. أوكي فشو بسوي؟ بسوي أول شيء امتداد للسجن. هني بيكون في كافتيريا جديدة، مطعم جديد، لأن المطعم صغير فبستقبل ناس جداد، يبالي مطعم جديد. إن شاء الله عاد فلوس تكفيني، بس خلنا نشوف أول شيء الجرانتس. جرانتس شو عندنا الحين؟ هذا إن بروجرس ريسيرشر سيكولوجي بريزنرز أت ليست 20 سيرف أ سنجل لو كوانتيتي لو فاريتي ميل تو 2 دايز. هذه معقدة أظني، ما أعرف. ريموف سبلاي ستولن تولز، ما أعرف شو كلين أب شو بنا نسوي. ريموف سبلاي أوف ستولن تولز، ريموف سبلاي أوف ستولن ويبنز. أظني هذا لازم نسوي شيك داون. لونج تيرم إنفستمنت، باي ماني إنتو لونج تيرم إنفستمنت فند ويش ألتيميتلي جيف يو لارج ريتيرن. 5 to 15 ألف نقدر أظن الحين نعطيه. بس لوكت أنا هاي للحين بشيلهم. سلب لوك بي كومبليت أسلب لوك بي، هذا على طول كان انستنت. لوك سي اللي هو الحين بنسوي ريزير كباسيتي تو 100 بريزنرز. تكلمون انتو عندنا 100 سجين. 100 سجين ترى وايد مو بشوي. احنا تعلمنا من هالسلسلة ان العدد هذا كله مو بهين، والله العدد هذا مو بهين. انا ما بمتد هني، ما اتصور اني بمتد، واذا امتديت راح اسوي لهني. ابى امتد شوي اسوي كافتيريا قريب هاي، ولا اقولكم بسوي منطقة كاملة جديدة. اينو ريكويرز انترانس، اينو زين. بنسوي هني كافتيريا وش اسمه إيداد، وهني ممرين. بنسوي ممرين مش ممر واحد، يعني هذا كش اسمه بنلغي، هذا بنستبدله ببوابة. حاليا ما بنسوي في شيء، بس خسرنا فلوس وايد يعني. زين وبنسوي بنرفع الاستيعاب مالنا. الحين استيعابنا الحين 72 سجين، حلو. مفروض انه اكثر من 72. انا توي حطيت غرف زيادة، لا يكون هاي اللي كانوا في الانفرادي لانه ما في زسانات. دكتور نفسي لازم يشيل مهني ترى، على فكرة مكانه مسكين، اظن مش مرتاح هو هني، اتوقع يعني يمكن يكون مرتاح. اي شغلة اخر شيء في النهاية يعني. بنسوي امتداد جديد يعني ستون. بس هايل بيمرون عن طريق الدرب القديم هذا، بسوي لهم شور بروح من هنا. بنسوي صف صف، يعني بنفتح education، بنفتح لهم education، بنسوي لهم جدول دراسي. ليش؟ ما فيها ليش، نحتاجهم عندنا بس خلاص. انفرادي اكثر من هذا اذا ناس احتاجوا بعد مصيبة. ممكن نسوي المدخل هنا، بس ردي هنا عندي مشاكل لان زحمة. شو اسمه لحظة، خلنا نحط لهم هني فون بوث، خلى احد يتكلم بروح يقف ونطور ويستوي دفانة هنا. انا عارف بس ما عليه، خلهم يتحملوا شوي. بسوي هني مطبخ وش اسمه ثاني، كانتين ثاني يعني مهني لهني. يقول كانتين شوي كبير، مطبخ صغيرون يخدم لعشرين نفر على الأقل، لأن اللي هني يستوي وايد زحمة. أباهم يتقسمون، ما أباهم في نفس المكان يعني. حتى لو وسعت هني عند الإدارة أقدر أوسعها، حطيت الأوبشن إنه أوسع هالإدارة، لكن راح يكون مشكلة كبيرة، فأنا ما بوسع هالجدار هذا. عندي دوريات، عندي هذا، عندي شرطة، ممكن أحط لهم باترول هني، ممكن وايد شغلات راح أسويها، لكن حاليا في عندي ناس فاضية، في عندي مكان يريحون فيه،
في عندي دكاترة أظن هاي حاليا يكفون، بس مش عايبني المكان، أبغى أوسع شوي، فخلنا نوسع شوي. أوكي، لأن حرام الدكتورتين شوفوهم يبالهم كبات، يبالهم شو اسمه، يبالهم طاولة، يبالهم كرسي، يعني حرام الصراحة. خلنا نسرع شوي، خلهم يبنون كهرباء الحين 100%، خلاص الحمد لله يعني. بس كان حصلت حالة تنه هروب عندي، نفق هني ترى على فكرة يعني. بس اوكي مو مشكلة، الحين مقدور عليهم، للحين امورهم طيبة. انا شفت شي مرمى هني، ليش ما عندي ليتات في المكان هذا؟ سؤال. لحظة خلينا نعد اللعبة. باليتات، شو السجن اللي ما فيه ولا ليت؟ شوي عشوائية بس ما عليه. ليتات بمد لهم كهرباء، اعرف معظمهم ما راح يكون فيهم كهرباء، لان مش مال خطوط كهرباء حق المجرمين هاي. هم بحط لهم ليتات، خلهم الانفرادي كلاب هالمشاكل. والله عندي كباسيتي 66، لكن عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ما اشوف حد في الغرفة. انا هاي في اثنين هنا، هذا ليش مش راقد؟ ترى انتو برزنرز هاف بين ان نيسيسيرلي سيرش ريسنتلي. مو مشكلة عادي، مو مشكلة، خلهم يتفتشون شوية. وايد زعلانين من التفتيش. شباب مجرمين بعد يتكلمون بعد. المهم نسوي هني بهاي الطريقة، نسوي الكهرباء، مع انه ما يحتاج كل هذا ترى، ترى يوصل وايرات هو، بس مو مشكلة. بنحط ليتات هني. شرطة قاعد تمشي من الصبح، ظلمة. الظلمة تساعد على الجرائم، نحن في سجن. يمكن هني انا ما اشوفهم، لان نبى بعد باترول هني، نبى باترول لان بنكبر المكان، نبى باترول. هذا بنمد لين هني، بيروح هني ويروح هني، اثنين. اوكي يبالنا اثنين، نبى نشوف شو يسوون، نبى احتاج حد يفتح البيبان حد كذا، يوم في باترول اسهل وايد، يوم في باتر الوايد اسهل. ريكويرز انترنس، زين مو مشكلة. ريكويرز انترنس، زين تبنوها الحين السول نفس الاولي. اوكي هذا بسوي له ديسمانتل. في حد سوى عندي شيء هني؟ انا سمعت صوت. ليش تبغى الكحول يعني؟ ليش دام النفس طيب عليك ليش تسوي مشاكل؟ كلوثنج ترى شيء ناس هني مفروض تشتغل، فاللي مش عيب اني الوضع ما في ليتات. السالفة هني، تعال تعال أبغى أشوف هني شو السالفة. أوكي لا أوكي الوضع، لا أوكي. عندي بعدها مشاكل ترى، بعدها مش الوضع عندي مش مثالي. أوكي شوي شوي قاعد أعدل الأوضاع. لاندري باسكت، نبغى لاندري باسكت ثاني.
بيت تاني بعد موبا لوندري باسكت المشكلة بنحط منها كم حبة بس البلوك سيريز 100% 72% اوكي مو مشكلة زين ابا عمال شوي زين نبا لارد جيل دور وين بس في شيء غلط مع هاي زين شو يسوي هذا حط يدران انا عندي شيء مشكله في الفونديشن هذا ما بعيبني ها 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 براغ يعني ها 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 تعال للتفتيش بروحك تعال تعال يا تشب شو عندك هوب حبوب ها حبوب لعبت بهم حبوب يبالي كلاب يبالي كلاب لا لازم كلاب بوليسيه بسوي لهم يارد ثاني بس يارد ثاني اتصور بيكون هني المكان مفتوح شوي اكثر من هذا الخايس بس هني ليش المفروض عندي تو بوليس من هني باترول ايه مفروض عندي اثنين اوكي نبى اثنين بفصل الخطوط اوكي بفصل الخطوط اساس يكونوا موجودين دائما فريدوم فريدوم شو اسوي لك الفريدوم تأتي على السجن سوي جرائم بعد تكلمني بعد انزين ووتر هيتر وين احط الهيتر ترى كان في هيتر هني الاول حط الهيتر هني بتصرف فيه عقب له مكان وابوك فوق الجدار حطيت انا هذا ها شو فور ذا ثيرد تايم ديفرنت مدري منو خربطان ما اعرف شو كتب حد هاد ملاحظات شكل هذا اللي سرد قاهرني ها 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 ها, ها تعال ها خالي فريدم فريدم عسبتي لازم اسوي لهم يارد لهالسبب لازم اسوي لهم يارد فنس بسوي لهم يارد هني فنس اوبجكتس لارج جيل دور زين بس مش مرتاح نفسيا اخلي لهم بس فنس والله برميتر رول يلا بخلي لهم شوي برميتر رول بعد مش مرتاح لنا نفسيا بس اخر شيء اساس ان هذا ما يعلق صديقنا او اقدر اشيل حبة مهني لا ما اقدر
الفنسة هني بخلي لهم مكان حق البريك بعد يارد بسوي. بس ابى دبل بروتكشن ما مرتاح نفسي اخليها ما شي ياس يحفرون الحين والله. خلنا نمد كهرباء حق هذا صديقنا ونمد له ماي ونطلع منه هوت ووتر بايب لين ووتر بايب الاولي. خلهم يبنون هاي البراميتر وول حطوا واحد هذا ان شاء الله ما يحجزون داخل ما بيكون اوكي ابدا. بس الشبكة عشان يحسون نفسهم يعني طيبين مجرد احساس عقيم. عندي انا هني زيتيشن يصير ينظف جنتر مسكين. الحين بسوي لكم مكان ثاني بس لا تتزعلون تزاحمون وهذا. ونبحد طبعا اذا بسوي لكم هذا انا ما اثق في ولا واحد فيكم شيلوا لي قطعه من الشبكه تون تسوون فيها جريمه عادي والله ما عندهم مشاكل هاي. سير برا لا تعزز داخل قول نحجز داخل اوكي لا تنحجز داخل شكرا. نبى الحين باب تحطوا له متل ديتكترز وبنحط لهم هني شو بنحط لهم هني في نص المكان هذا عاليا طاولتين زين. نحط لهم مكان يسوون تلفونات وايد مساجين عندي بسوي بالعكس ولا لا ما اسوي بالعكس. بنحط لهم ادوات تمرين ما يستسوي لهم ملعب شيء ملعب كورة ملعب سلة خلي يتدربون ويه البوي زين. وشو نبقى استاف دور لا بنش لا والله بنش مش غلط يقعدون هني برا بس يقعدون برا ما يسوون شيء احسن من ولا شيء. اخ ما دان الحركه يوم تشوف الباب بالطريقه هاي طقع بالجو مو مشكله نسوي نكبر لهم المكان هني بدل ما هم كلهم 70 نظام حشور هني زين. بسوي الحين مكان حق 100 واحد هني بس هالفونديشن something is wrong. Why is it like this all time? هذا مو مشكلة بنحطي له حاليا دارجين دور اساس ما حد يطلع شوف اذا يقدرون يدخلون ولا ما يقدر. المفروض يقدرون يدخلون الحين خلاص يعني زين. الحين بنسويه اريا بسوي هالمكان بكبره شو يقدرون يروحون يردون خلاص الحين بيحطون هذا سوى عندهم وقت الفراغ شوي مكان مثل عالم الناس. اظني بياخذون المسافة هاي اتوقع اتمنى لما اخذ المسافة هاي بلغي غرفة من هني بسوي ممر للليارد ولا هذا عندي ليش اسوي ممر هناك دسمانتل ذس وربليس ذس وان نسوي ربليس حق هذا الجيلدور. الجيلدور اقدر اخليه مفتوح وقت الطوارئ خلاص تيجي يعني هذا خلاص لوك اوبن وقت الطوارئ يروم يسكر اي وقت هو هذا بعد لوك اوبن ما يحتاج يكون مسكر خلاص. الحين استوى عندهم منفذ قريب ومنفذ بعيد يقدرون يجون هنا بدل ما يروحون اخر الدنيا. الحين كل هذا البنش حاطينه في صندوق
الله انك خربت. زين مي حار كيف ما يوصل هنا مي حار عين؟ ايه يبغى له بيب زيادة. سوري المفروض انه ما يبغى له. ايه يرقدون انتم مرتاحين، انا حاط الحرارة والدنيا وهذا لوجيستكس تمبريتشر مدفنكم. ها يبالي باقي الاماكن دفها شوي، يعني هني اوكي الاماكن دافية امورها طيبة، بس انا ما ابغى اضطر. أرد أسوي شغل كامل لأن هني، بس ليش ما يكملونه؟ أنا طحت في الغلطة قبل، ما تأكدت بالضبط شو كانت المشكلة كفاونديشن. يقول لي requires entrance. زين ريكويرز انترنس بسيطة، حط لكم جيل دور ثاني مفروض تقدرون. تايرد في رستروم، في اثنين مش واحد، روحوا ريحوا. الوضع عجيب. انا شو كنت بقى education approved، حلو اكيد عندها grant education اكيد. هذا موجود perform through education. زين سي demolish all walls. clear indoor area مثلا، نبا نبا شو نسوي؟ زين في انترست راح خاف حسب لي هذا انترنس، اذا حسب لها انترنس بكون عرفت المشكلة خلاص. هي هاي المشكلة. اوكي زين نبى ريموف وولز نبى دسمانتل الدور ونستعمله مكان ثاني. هذا دسمانتل نبى وول جديد. انا ياس اسمع صوت مشكلة، بس مسوي عمري ما اشوف. زين رومز اوبجكتس هذا ستاف دور حلو. هذا الروم مالنا شو بيكون؟ اللي هو مال التعليم. يطلعون روح هسه جنايل والله، يطلعون الروح. شابل ستاف روم مور كلينينج كلاب بورد انفيرمري دليفريز ستورج يار شاور كيتشن هولدنج سولتريد. انا الحين انا يومي ادور احصل كل شيء ما بال الا اللي ابو ما احصله. زين يبالي اوفيس ديسك طبيعي مدرس، يبالي هذا لا مدرس، يبالي بالعكس، يبالي تشير، يبالي سكول ديسك. كم واحد بنعلم في نفس الوقت؟ كم يشل؟ بس بيون ما عليه. كم يستوي يتعلمون بنعلم في الصف؟
هذا الشطار سكول ديسك استوى عندنا مدرسة زخوه مخدرات ها تعال شو تبغى انت سيرس بريزنر ما في شيء تعال 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 وين ساكن عند دكتورة محلاها مسكينة دكتورة طيبة يحبون يروحون عند دكتورة كلاب خلنا نسوي شيء لأنه هو يحسبها غرفة بروحه أظني هذا يوم نسوي أقسام فهذا اللي موهقني كل شيء بيبان بس زين وانا اظني سويت هاي بروحي اظني سويتهم بروحي هذا ما في المدرسة اليوم نسويها المدرسة نسويها ستاف نبغى تيشر واللي ما في معلم كيف ترتيب الدراسة؟ نيد ريش تايم نيد شو عندهم هم نيد؟ فريدم فريدم انا حبيت لكم مكان جديد كامل بنشوف الحين مو مشكلة بوليسي لوك داون سيريس انجري اب مو مشكلة نبغى شاور نبغى هذا عندنا مدرسة الحين خلينا نشيل اللوك اوبن لان اللوك اوبن ها راح يسوي لنا مشاكل الاول هذا بكبر شله ما به هذا ديسمانتل بعد هذا ديسمانتل اوكي والحين بنوها المنطقه هاي هل الامتدادات هاي طلع الروح يبان اوبجكتس جي دور جي دور عادي عادي بحطهم راندوم عقب بشلهم ماتيريالز هذا لازم يسكر سوري يا جماعة لكن هذا بيتسكر الحين ما له داعي يتم مفتوح ابغى تبنوا لي هالمكان بس تخلصوا لي اياه ماتيريال ديمولش وولز بس ابغى تشيلوا لي هالجدران كامل فونديشن سوي بيلد فونديشن جديد على الليدران هاي اوبن دور هذا بس مية مية الحمد لله سكرت الباب دسمانتل هذا دسمانتل حطوا يدار يا ساتر جبت العي نعم انها المدرسة ليش انا بسوي بوابتين هني بحطي اصلا باترول هني في واحد هني وهذا مكان الفيزيتيشن ما بحد يدخله مني والدرب بس الحين عندنا المدرسة شوفوا انترس بلد 20 سكول ديسكس 20 يبا انا كم واحد حطيت 2 4 6 8 10 12 14 16 17 معقول اني نقصت شوي بس
tools. Dismantle. 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 انزين. هذا لوك اوبن مو مشكلة ما في شيء هناك اللي بيروح حلال عليه. وين الاوبجكت مالي؟ ليتين ثلاثة أربعة عندي ليتات هني. أبغى ليتات هني. ليتات يبغون كهرباء طبعا كالعادة السيستم مستوى الحين. انزين. يبون نسوي دسمانتل حق هذا حق هذا. سكول ديسك صح؟ ونبقى اوبجكتس سكول ديسك نزيد هني انا خلاص 15 هالصوب 15 مفروض هالصوب هالدور اصلا بكبره ديسمانتل 20 have 10 prisoners passed foundation education course have 1 prisoners passed general education انزين بنحطي وين الباب بس خلنا نرجع الباب لاني مو بالباب يكون مش موجود صراحة هالباب مهم كله فلوس مدفوع عليه اصلا بس حق الفونديشن هذا حليب القلب انت تعال خلنا نصلق باب روح حق سماتر انزين نبل المدرسة وين هني المدرسة انتليجنس كتبيوت ريسنتلي ريكفرز كنترول ان البريزن لوجيستكس اوكي ديبلويمنت رومز نبا نكبر كلاس روم بس نسوي كامل كلاس روم انزين عندنا كلاس روم هاف 10 بريزنرز بيكون وين الكلاس روم بروجرامز بيكون ايوه وشنو السيفتي اديوكيشن هاي من الصبح يصيحون علي على السيفتي لو تذكرون كم هذا زين بدفع علينا 100 بير سيشن اديت سكجول اها اوكي اوكي ليد باي فورمان ان ا وركشوب Each prisoner requires workshop so هذا غير مو على need by a cook in a kitchen 17 interested خلنا نبدأ هذا في المطبخ بيستوي الكورس حلو لأن عندنا الحين طباخين منو هني يبا foundation programs need by a teacher in a classroom start الحين شوفوا السكجول عندي كيتشن سيفتي وغيره نتريك each prisoner require a school desk ليش ما اقدر اسوي الستارت ريد باي تيتشر ان كلاس روم زين صديقنا التيتشر وينه فورمان دكتور جارد شيف واردن كوك عندنا خمسة زين behavioral therapy هذا مع منو led by no for sessions next 2 hours خلينا نبدا السيكولوجي هذا يشتغل عندنا الحين بنعدل السجن شوش هنك تقهرتني عدلتها ثلاث مرات ما تعتدل drugs تقول drugs اقول بوشنب اوه روح الانفرادي خايف فضيلك انا صح والله قاعد اسوي لك جدول انا هني تعب عمري الله انت تعب عمر علاء هذا اوكي كورس سبسيديز تو كومباد ادكشن نكروتكس ايش تريت اللي يحتاج ليد باي دكتور انفيرمري نكس 1 اور 14 ان كيو ستارت هذا ما اقدر ادق ستارت ايزي اكاديميك بس لينكت باي تيتشر تيتشر وين حصله يا جماعه الخير تيتشر وين زين انا عندي فلوس صح انا عندي فاينانس يعني ذا كريدت خلنا ردة كامل
Finland progress. تعال وين شارك تعال. دراجز اقول لك انت خليك يوم كامل في الفرادي خايس واحد. مكان زيارة هاي الناس عوايل. بنام كله صار هندرقس. المهم سوينا المدرسة الحل خليها بنشوفكم على غير المدرسة بنشوف شو فيهم هاي في النهاية. شكلي آخر شيء كل بحط كرسي إعدام حقهم كلهم. بنشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله.